يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نحن في الإمارات وقد وجدنا قبل سنوات مسجدا فيها وقد بني على مقبرة قديمة ولم نعلم إلا بعد زمن، فهل صلاتنا السابقة صحيحة؟ كيف وجدتم مسجد على مقبرة قديمة؟ يعني مجاور للمقبرة، مفصول عن المقبرة، ما في بأس إذا كان مفصولا عن المقبرة بطريق أو بقضاء فلا مانع، أما إذا كان ملتصقا بالمقبرة، ملتصقا جداره بالمقبرة، هذا لا تصح صلاته. أنتم تأكدوا من هذا، ولا يكفي أنكم تعيدون الصلاة، لا تقومون وتنبهون على هذا، تنبهون على هذا الحاكم الذي هناك، بينون له هذا وتستعينون بالعلماء هناك، تسعون في الإصلاح. نعم.